196% هي نسبة ارتفاع تكلفة المعيشة حتى بداية شهر نيسان من هذا العام مقارنة بشهر تشرين الأول من العام 2022. هذا ما جاء في دراسة الدولية للمعلومات حول كلفة معيشة الأسرة اللبنانية المتقشفة المؤلفة من 4 أفراد. فعلى ماذا استندت هذه الدراسة وماذا عن السلة الغذائية اللي رح تزداد مع ارتفاع الدولار الجمركي؟ إذا أخذنا أسرة مؤلفة من 4 أفراد اللي هو متوسط الأسرة اللبنانية، حالياً تصل كلفة المعيشة ل 39 مليون ليرة مقارنة ب 20 مليون ليرة بتشرين أول الماضي، تقريباً ارتفعت بنسبة 100%. هلأ استندنا إلى بإعداد هاي الكلفة، ميزنا بين المدينة والقرية لأنه في أكلاف بالمدينة أغلى لا سيما السكن، فاعتبرنا الحد الأدنى للسكن بالقرية هو للإيجار، يعني إذا ما عنده ملك الإنسان بده يضطر يستأجر، هو 100 دولار يعني تقريبا 9 مليون ليرة. السلة الغذائية والاستهلاكية للأربع أفراد هي 15 مليون ليرة، وهذا الحد الأدنى لأنه لو الأسرة بدها تأكل بس بيض بالنهار، كرتونة البيض حقها بحدود 400 ألف ليرة، وبدها خبز وبدها جرة غاز تسلق أو تقلي البيض، فعمليا بدهم 13 مليون ليرة. اعتبرنا التعليم بالمدرسة الرسمية اللي هو تقريبا للطالب 2 ليرة بين نقل ومصروف يومي، حطينا 2 ليرة لشراء ألبسة وأحذية، هذا برجع بقول بالحد الأدنى. طبعا ما اعتبرنا الكلفة الصحية لأنه الكلفة الصحية كتير غالية ومتغيرة. إذا الإنسان الحمد لله ما فات على المستشفى ما عنده كلفة، بس إذا لا سمح الله اضطر يفوت على المستشفى ما عنده ضمان ولا تأمين، أو حتى لو عنده تأمين بالليرة اللبنانية مش بالدولار، أو عنده ضمان صحي أو عنده تعاونية موظفي الدولي ما بتغطي له شيء، وبالتالي قد يتحمل كلفة تصل إلى مئات ملايين الليرات، يعني بتصير إذا بتوزعيها على أشهر السنة تطلع عنده 20 أو 30 مليون ليرة كلفة استشفاء. لذلك استثنينا كلفة الاستشفاء من كلفة المعيشة، حطينا 5 ملايين ليرة كلفة كهرباء لأنه إذا بده يعتمد على كهرباء الدولة رح يدفع مصاري صارت مكلفة، وإذا عنده بالحد الأدنى اشتراك 2 أو 3 أمبير رح يدفع 5 ملايين ليرة شهريا، وحطينا مواصلات 3 ملايين ليرة اللي هو كمان بالحد الأدنى، لأنه اليوم كلفة الانتقال بالسيارة الخاصة إذا ما نحسب البنزين والزيت والدوليب صار بيكلف الكيلومتر بحدود 13 ألف ليرة، هذه كلفة كتير عالية. هلأ طبعا مع رفع الدولار الجمركي رح ترتفع الكلفة أكثر وأكثر. إشارة إلى أن الدولية للمعلومات اعتمدت على معايير أساسية للدراسة وهي السكن، الكهرباء، المواصلات، الاتصالات، السلة الغذائية والاستهلاكية. أما التعليم فاحتسب في المدرسة الرسمية من دون احتساب كلفة الاستشفاء يلي اعتبرت أن مبلغ متغير، لأن هناك إشارة كان إلى أن البعض قد يعتبر هذه الكلفة هي أدنى بكثير من الكلفة الفعلية والحقيقية للمعيشة في لبنان.